بسم الله الرحمن الرحيم. من مقر جمعية أبناء فناني مصر الكائن في وسط البلد في شارع خالد ثروت رقم 23 الدور الرابع. هذه الجمعية الجميلة اللي تحمل جواها كثير من الذكريات الجميلة عن عظماء أسروا الفن المصري عبر سنوات وشكلوا الذوق المصري العام في فترات طويلة على مدار عمرنا ونشأنا كلنا عشان نرى هذه الكواكب المزهرة. استضافة الجمعية لنا بنشكر بشكل خاص الأستاذ ماضي توفيق الدقن على استقباله لنا وحفاوته بينا في هذا المكان الجميل اللي امتلأه روح المحبة وحطرق له الكلمة ليعبر لنا عن الجمعية عشان في بعض الإخوة زي وزي الأصدقاء الشعراء هرحب فيهم في حينه. كلنا اتبسطنا من الدعوة ونحب نسمع الأستاذ ماضي نبذة بسيطة كده عن الجمعية. انا طبعا برحب بيكم كلكم في مكانكم بيت الفن بيت ابناء العظماء والجمعيه اللي احنا بنمثلها ونتشرف بهذا. هي بتحمل على عاتقها لواء حمايه التراث وحمايه حقوق الملكيه الفكريه لفنان الاداء من الاستغلال السيء والدنيء المنتشر في الميديا وغيرها على القنوات الفضائية وغيرها. احنا النهاردة بيسعدنا ان احنا نستضيفكم في مكانكم علشان نعمل تجربة نقول للناس ان فنان الاداء ده متنوع. فنان الاداء ممكن يكون شاعر القى وادى الشعر بتاعه باسلوب معين بطريقة معينة مبتكرة جاذبة ولكن في مصنف. اذا تعرض هذا فيبقى للشاعر، اذا تعرض المصنف ده على اي جهة بس او حتى منصات يبقى له حق اداء عالي لانه يعتبر القاء والالقاء ده فن وهو مؤدي. وهذه الحاله برضو يعني نحاول نكون نجمع اكبر عدد ممكن من الفنانين في جميع المجالات، المخرج الممثل المذيع المنشد، كل دول يعني خرجوا من عباءة فنون الإلقاء. برحب بيكم وبيتكم ومكانكم وأتمنى أن الفكرة تنمو وتصبح بعد كده يعني جاذبة لأكبر عدد من الشعراء والأعضاء الجمعية نفسهم وتبقى في مكان يعني أحب بعد كده. يعني دايما أنا بشتغل مع الجمعية جنب وزارة الثقافة، يعني المرة الجاية إن شاء الله نكون تحت رعاية وزارة الثقافة في أحد المسارح أو السينمات التابعة ليها أو الأماكن اللي هي بترعاها إن شاء الله وتكون على مستوى يعني إن شاء الله تبقوا راضيين عنه كله. برحب بيكم ونورتوا المكان وأهلا وسهلا.